نفتتح هذه الجلسة بمداخلة أولى يقدمها الأستاذ الدادسي، مداخلة بعنوان صورة المرأة في الأمثلة. فليتفضل مشكورة. أهيب بالسادة المتدخلين الالتزام بالوقت في 10 دقائق إلى 12. تفضل. شكرا جزيلا، مرحبا بكم، كل الشكر لرابطة كاتبة المغرب على هذا الصرح الذي تبنيه عبر هذه السنوات. شاركنا معها في كل الدورات للملتقى الوطني حول الحكاية، بدأ محليا انتقل جهويا قبل أن يصبح وطنيا، وهو اليوم يرنو نحو الدولية. شاركنا في مختلف الدورات، هذه الدورة نقف في محاولة بسيطة وفي جانب من الثقافة الشعبية كمعطى، مع الإشارة إلى أن الثقافة الشعبية ظلت تمثل ثقافة الهامش وظلت تمثل مقابل الثقافة العالمة وحتى الثقافة المسكوت عنها، سواء في أنشطتها المتداولة في الألعاب وفي المناسبات الدينية وفي الطقوس وغيرها، أو هنا في الحرف وفي المهن كالزرابي والخزف والنقش والحنة وغيرها، أو حتى في التعابير والتعبيرات المنطوقة الشفوية من حكايات ومن أمثال ونكات وأساطير وخرافات وغيرها. اليوم نقف بعد ما أعطى المنعطف الأنثروبولوجي واحد الدورة ودفعة قوية للثقافة الشعبية، أصبحت اليوم محط اهتمام جميع الدارسين والباحثين. نقف بإيجاز صغير حول الثقافة الشعبية والتعبير الشفوي من خلال الأمثال المغربية. طبعا غادي نحاول ما أمكن باختصار يمكن 10 دقائق ننطلق واحد المنهج الاستنباطي العام الخاص أكثر خصوصية للقفة عند التيمة اللي كتهمل عندنا الثقافة الشعبية كتنوع، المثل كتعبير شفوي وتعريف المثل وغيره، ثم تنوع الأمثال في المغرب للقفة عند التيمة اللي كتهمل وهي المرأة. إذن الموضوع ليس ذكرا وليس جديدا ولست الأول من يطرحه، فالأمثال كتبت فيها الكثير منذ القديم، ولدينا عشرات الكتب ديال الأمثال منذ العصر الأموي وقبل الجاهلية وغيرها. كتاب الأمثال المفضل الطبي 890 هجرية، كتاب الأمثال السدوسي 395 هجرية، كتاب الأمثال لرسلان 394 هجرية، كتاب الأمثال لأبي عكرمة 350 هجرية، كتاب كتب كثيرة، كتاب الساهر الأرباني، كتاب جمعرات الأمثال العسكري، كتاب الأمثال الميداني وغيرها. واليوم لا تخلو جامعة ولا تخلو أي حلقة ثقافية إلا وتنشر عشرات الدراسات وعشرات الكتب حول الثقافة الشعبية وحول الأمثال، ودراسات مختلفة، ولكن تدرسها دراسات تاريخية عبر العصور، ولكن تدرسها حسب التيمات المرأة أو للمهن أو للفصول أو للفلاحة أو ما يقوله، وحسب المناطق ما يقال في الشمال ليس هو ما يقال في الصحراء وما يقال في الأطلس ليس هو ما يقال في جانب البحر. إذن فالأمثال واحد الميدان كبير جدا. التعاريف ديال الأمثال الأكاديمية إن شئتم ذكرت لكم المئات من أو العشرات من التعاريف ديال الأمثال، هذا فقط نشير أنها نرى مشروع ديال الكتاب، ربما في الدورة الخامسة نحضروا التوقيع ديالو، ونحاول مغربية موضوع المرأة ونحاول نقارنها من خلال ثنائيات للمغربي والأمثال المغربية لم تترك جانبا إلا وتناولته فيه المرأة، سواء في جسدها، في ملامحها، في تصرفاتها، في سلوكاتها، عبر ثنائيات طويلة قصيرة، السمراء البيضاء المطلقة، المتزوجة الصغيرة الكبيرة. وطبعا لم تترك الأمثال المغربية أي جانب في المرأة إلا
وصاغت فيه أمثالا وقالت فيه حكما، سواء في شعر المرأة، في طولها، في قامتها، في عينيها، في كل شيء في المرأة، إلا وقالت فيه الأمثال المغربية تعابير كثيرة، والأمثال تعكس واحد التصور مختلف عن الثقافة العالية ومختلف عن الشعر العربي. إذا كان الشعر العربي فيعطينا واحد صورة نمطية يتفق عليها جميع الشعراء، اللي هي صفات معروفة ديال البدنة، ديال البياض، ديال الشعر، ديال العينين الواسعتين، ديال كأن الشعراء كلهم يتفقون حول نفس الصورة وحول نفس النمط. في الأمثال المغربية عندنا واحد التنوع غريب جدا، ولم قلت لم يدرك أي جانب في المرأة أو في صفات المرأة أو في أفعال المرأة أو في سلوكات المرأة أو في وضعها الاجتماعي كصغيرة، كعجوزة، كعروسة، كذرة، كل الأوضاع الاجتماعية، إلا وصاغ فيها الأمثال المغربية أمثالا طريفة، أحيانا لاذعة، وأحيانا موجهة، وأحيانا تربية، وأحيانا بنقد. إذا كان ابن الأثير الكتاب المثال السائر، فمن خلال دراستي للأمثال المغربية قلت أن المثل المغربي ربما يكون مثلا شائعا أكثر منه مثلا سائرا، بحكمه على المرأة، في قسوته على المرأة، طبعا مع تقديس المرأة الأم، تقديس المرأة الجدة، ومقابل المرأة العروسة أو المقدم، فهذا مدفوع ذلك. تتكلم الأمثال المغربية عن الجمال ديال المرأة، ولكن الغريب هو أنه لم يوظف المغاربة قط كلمة الجمال، وإنما اختاروا واحد التعبير طريف اللي هو الزين. وكتكلموا عن الزين في المرأة، وبالتالي فالزين هنا في تعبيره المغربي ما يحمله من دلالات، وما يحمله من ثقافة محلية، وما يحمله من ثقافة دينية، لأن حتى في الدين عندنا لما القرآن والله سبحانه وتعالى أراد أن يرتب الشهوات ووضع الزين للمرأة هو أعلن ارتب زوينة تسحب الشهوات من النساء والبنين قناطر المقنطرة، وجعل طعام الذهب والفضة والخيل والسوامة والأنعام، فاعتبر زين المرأة هو الأول. ونشير إلى أن الزين ليس هو الزينة وليس هو التزيين. فالزين المدير المقالبة يحبه في أمثالنا ليس هو التزيين، فقط إذا بغيت تزين تصبح قصص قرص الدين، قصص حوايج أخرى، إذا كل هذه الأمور سنناقشها. إذا كيفاش تتعاملوا المغاربة مع الزين في الأمثال الغربية؟ المغاربة كيتلقوا من منطلق عام وهو أن الزين زين الخير كمنطلق عام، ويجتمعون على أن الزين المطلق مستحيل، وكل زين مخطط له، وحتى بالإعمام مخطط له، مع قناعة أنه لا وجود للمرأة التي تعجب الجميع، لأن الزين في النساء متعب للمرأة. الصغار والسعي وراء الزين وراء الجمال، كل ما سنسمع على ذلك سيدعم نفسه، لأن الزين هو الزين. يقول مثلا الزين هو الزين أكثر همومه، والزين حل فريسة أكثر طيور عمر وطيور عليها يفوق. لذلك كل من يتعلق بالجمال كل من طلب الزين خصو لابد يحمل شوية الصبر، الزين دانو واللي بغاه يصبر على ذلك. وحتى المرأة إن أرادت التزين وأرادت أن تستمتع بالقراءة أو الحلقات غير ذلك، اللي بغاه الزين كما قلت لك لا يصبر تقيم يقيم. مع ذلك يبقى أن الزين محبوب للنفوس، لاقط بالقلوب، تعشقه النفوس، ولهذه المغاربة يقولون الزين بول، بل يؤكدون أن حتى الذات الإلهية تعشق الزين وتحب الزين،
وتنخصوا هذا الشيء كله كل واحد الزيت حبه بي. الزيت حبه مولانا وحيكون في البلد. إذا فتعامل المغاربة مع الزيت أنا أعطوه واحد هالة وأن المرأة الجميلة والزيت ما خصوش يتخفى يعني الزيت ما يخفيش راسه والزيت يكسود على زيت بل أن هذا الزيت يتوارث فالزيت الوجه الزين من الوالدين والزين سلالة من العمى الخالق والزين المرأة يكاد يعادل العقل بالنسبة للرجل عقل المرأة زينها وزين الرجل في عقله لذلك فالزين والمرأة اللي عندها الزين عندها شي حاجة ثانية خاصها تخاف عليها لأن الزين ماشي على زين أما الخير غير له دخل ولكن في الأمثال المغربية الزين بدو ما فيش لذلك فعندنا بحث عن الزوجة غالبا ما يتم نصح العريس لأنه لا ينظر إلى الجمال إطلاقا أو إلى الزين تزوج المرأة ماشي وجهها لأن الجمال آلي وضربي وقد يشجب وقد ينمحي مع المرض ومع الولادة ومع الحياة الإنسان ولذلك يقول المغاربة العمدة السماء أما الزين غير زواق ويقول المغاربة امشي الزين يقول امشي الزين ويبقى حروف ربنا مثله الزين وطبعا لأن الزين عند المغاربة في الزواج يتحول العمل ولهذا يقول الزينة زينة التطويرة ماشي زينة التطويرة والحداثة غير من الزين والزين زينة فعالة أما العين غير غرام إذا فنظرة المغاربة للزين هي واحد نظرة عميقة جدا ولهذا يركزون يقول لا زين إلا زينة فعالة فيقبل أنهم عند الزواج يحذرون من الزين يعشق الزين لا يغوي الزين للتحذير منه لأنه قد تحذره وراءه مصيبة بل إن المرأة والجدة والعمة والخالة يحذرون لأبنائهم أنه يعيش مع مرأة متوسطة الجمال مرتاح على أن يعيش مع زوجة جميلة في عدالة يقولون خليك زوجة النص حسن أرض المرأة من زينة لذلك جمال الوجه لا يخفي وراءه أشياء كثيرة بل المغاربة يقولون بأن البنت الزينة نص نص لأن تتكلف والدها يرحبها يحذوها لأنها تبوها لأنها أشياء كثيرة والتحديث عن الزين في الأمثال المغربية أمثال كثيرة كثيرة سبع عليا نديرها وعندما يقارن جمال الوجه مع جمال العقل المغاربة يميلون كفة جمال ديال العقل لأنه يقدر يكون تحت السلف العقدات ويقدر يكون زين الوجه يدوب وتبقى زين العقول المغاربة كيخلص جملة وحدة وهي ما يدوب إلا العقول ولذلك غالبا ما يتم هو النص ديال الآباء وديال باش يحاولوا يعقلوا يدوب ويزوم اللي خاف على زينه يقبل يسقي شوية المقول ولأن غالبا السن في الأمثال المغربية قد يكون غرور وغالبا ما يتم تشبيه ذلك بعدد كثير من الورود ومن أشياء مرة يبدأ لا يعجب الأموال الطفلة في الوالد داير ضايل ولا يعجب زين الطفلة حتى تشوف بعين إذا فأمثلة كثيرة كثيرة جدا عندما تقارن موضوع السن قلت تعطينا حكم تعطينا أشياء كثيرة بل إن كثير من الناس يشوف أن الزين محروفه يجيبوا لي يشوفوا يعني الناس تخفيش زين وتخصوي به وأنه غالبا أيضا في تقسيم الزين على الناس وفي حدود العرسان غالبا ما يربطون ذلك بالحظ
وغالبا تقول لا قد لا خد ولا من احد امثله كثيره كتضرب على كل وحده وزهزها وكل وحده وحظها وكل وحده ورسخها امثله فعاليه اللي كنت نوقف عندها ربما غادي يطول عليا الكلام في هنا وبل ربما انهم يقدروا يعطيونا الزين واحد الهاله حتى ان الزين ما خصهاش تخدم في بعض المرات ابدا كثيره في هذا المجال زوج فيها زينه وبغاها تدخل الكوزينه او لا شابه زينه ما تعرف العجينه يمكن كثيره بحال هذه الاشياء ربما قلت لا يصدق هذا غتكون واحد قرن الف مثال كلها كتناول هذه المواضيع ديال الابدان ديال العمر ولكن في الامثال المغربيه احيانا صريحه وقاسيه وجاهره ولكن احيانا اخرى ساخره وفيها واحد السخريه فنيه تخلي اللي كيسمع الامثال المغربيه يحس ان هناك واحد الجمال في التعبير وكذلك واحيانا ما يطرق المعنى ويذهب الى التعبير الاخر وطبعا اكيد ربما كنت كتسمعوا كثير من الامثله للذين وزنوا المحبه هذا يتحدث عن الجمال ابدا وانما كلما زاد الامر سوءا يتكلموا عن القبيحه ماشي عن الجد الزمان وبالتالي قد تستعمل الكلمات بمعنى ساخر بمعنى حتى في مثلا الزين الفخر لا يكون من اخر الحديث عن المراه السوداء وكذلك والمراه انا قلت انا غنتكلم في الكتاب على محاور السمراء البيضاء الاحلال الطويله القصيره المطلقه العانيه وبالتالي كل محور هذه المحاور فيه بزاف ديال الامثله في الاخر ربما تتركها نهار الحظ ذكر شويه بيد ويحبس الحظ فيقول ربما ما هي لا بحدود ولا بحدود هي غير ضربات من ضربات السعود زوينه وغزاله وتقدر تتزوج من والد وطبعا الزين ورضا وسعر سعر قطر ولهذا بزاف ديال الزينات يتمنوا كثر عندهم حق وسعر الخيرات هذه فقط بعض الاشارات صغيره وربما فرصة أخرى تكون مواجهات أطول وتكلموا وتكلموا أمثلة كثيرة في الموضوع ديال الزين ومباراة الأمثال المغربية المرة الأخرى. شكرا سيدي الكبير الكازيسي والله لأنني أطلب منك التوقف على الاستحياء لولا ضيق الوقت لطلبنا منك استزادة على هذه المداخلة الزوينة. نعم أستاذي تطرق إلى موضوع مهم وهو صورة المرأة